تفضلوا معي لنشوف كيف بدنا نحضر هذا الطبق اللذيذ. بس قبل لا تنسوا تعملوا شير ولايك واشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا، ويا ألف أهلا وسهلا فيكم، بتشرفوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أحبائي المتابعين؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله دايما يا رب. اليوم بدنا نعمل بامية ورز. يلزمني لهالأكلة، أنا عندي هون بامية مثلجة جايبة 400 جرام. هلا مبين الحبة صغيرة، إن شاء الله يا رب تكون الحبة صغيرة لما أفتح الكيس. هلا نحن لما منجيبها خضرة أكيد بنقيها حبتها أصغر حبة، بس بما انه مجلدة ما بعرف هلا كيف رح يكونوا. المهم عندي هون 400 جرام بامية، وعندي هون 300 جرام لحمة غنم الكتف. هاي اللحمة ما بدها سلق، بس فقط انا بغسل اللحمة، قطعتهم وغسلتهم، بس منقليها ومنضيفها طرية، رخصة كتير بالنسبة للأكل. وعندي هون تقريبا كيلو بندورة طماطم، هلا بدي أقشرهم وبدي أفرمهم. وعندي هون ملعقة معجون الطماطم، معجون البندورة، وعندي هون كزبرة. كزبرة أنا هون الكزبرة بجيبها بغسلها وبفرمها وبحطها بالفريزر، لما بدي أشتغل فيها بتطلع خضرة كأني هلا جايبتها. هلا بدي دقهم، رش لهم شوية ملح وبدي اهرسهم دقهم. هلا اول شيء رح نقلي البامية. عندي هون ملعقتين سمنة جوز الهند، حطيتهم بالمقلي. هلا بدي سيحهم وبنزل البامية فوقهم. هلا بعد ما دابت السمنة بدي نزل البامية. حطهم صغيرة ما بها شي، منيحة، لأنه أحيانا لما نشتري البامية مجلدة بتطلع الحبة كبيرة. هلا بدي رش الملح وبدي أقليهم لحتى يستووا. هلا بعد ما قليتهم صاروا بهيدا الشكل، بدي شيلهم هلا ونقلي اللحمة. كمان نزلت تقريبا ملعقتين او معلقة ونص، لانه هيدي القطعة صغيرة، بالمقلة منشان نقلي اللحمة. يعني ما بيأثر، ما ضروري ننظف ورا البامية، ورا انه بنفس المقلي، نفس المقلي بنقلي كل شيء ان شاء الله. هلا عم نقلي اللحمه. هلا بدي نزل الملح، وعندي هون بهار اسود ملح. انا نسيت عنصر مهم بهي الاكله، دبس الرمان. هلا بهيدا بالاخير لما نطبق الاكله بنحط لها دبس الرمان يعني. وراح فرجيكم هون انا كيف بحبها لما اقلي الباميه. بحب اكلها هيك مع كزبره خضراء، طيبين كثير، لذيذه. جربوها مثل ما انا عم بعملها. انا هلا رح اطحن البندوره. بسم الله. هلا اللي هيدي المي المطحنه منها متوفره عندهم، ممكن تفرموه فرم صغير ناعم ما بيأثر. هاي هي خلصوا، يعني بيسهلوا علينا الشغل. هلا رح ننزل الباميه فوق اللحمه بالله، نقلبهم كتير منيح.
وهلا بدي نزل البقدونس فوقهم. بسم الله. هلا بنعدل قوام الملح، الملح حسب الذوق. هون عم قلي الكزبرة، كان لازم نزل الكزبرة فوق اللحمة مباشرة وقليون، بس نسيت نزلت البامية، لذلك هلا عم قلي الكزبرة وبرجع بضيفها فوق الأكل، فوق البامية. هلا هون ملعقه الرب البندوره بدي اضيف فوقها تقريبا. هلا الدبس الرمان في ناس بيحبوه كتير حامض بالاكل، في ناس هلا حسب. هلا هون انا عم حط تقريبا ملعقه، برجع ملعقتين طلعوا تقريبا، برجع بختبر المزيج. بسم الله نخلطهم مع بعض. قومت ايدي دبس الرمان. هلا صاروا جاهزين لنضيفهم فوق الأكلة. هلا الكزبرة صارت جاهزة، ما ضروري نحمرها كثير، بتصير بتطلع طعمتها غير مستحبة، يعني لهيدا القوام كثير عالي بكفي. هلا رح ضيف الكزبرة فوق البامية. الكزبرة هي الأساس بهاي الأكلة، بتجيب نكهة كتير لذيذة، بتعطي نكهة كتير لذيذة. ورح نزل المزيج اللي عملته. بسم الله. هلا منتركها على نار وسط لحتى يتسبك الأكل، وهيك بتكون أكلتنا صارت جاهزة. بس خليها تتسبك مع البندورة. رح رجع على الطبقة اللي ورا. هلا بنتركها على نار وسط لحتى تستوي تتسبك مع بعضها. عملت حد رز بالشعيرية، هو عبارة عن كوب رز ما شاء الله خلص، يعني صاروا خالصين، صاروا جاهزين. عملت كوب رز مع كوبين ماء وملح وملعقة سمنة. هلا الرز صار جاهز معنا، وانا منزلته عندي بكتير اكلات بالقناة نفس الطريقة، لذلك منشان هيك ما صورتها. وهلا نشوف البامية خلصوا معنا. هلا نشوف على جنب حيدا، رح نشوف البامية. بسم الله ما شاء الله، يعني صاروا جاهزين شايفين، يعني البندورة اللي أضفتها هي اللي بتبقى ميتها، ما شاء الله صاروا جاهزين للتقديم. ورح نكمل باقي الخطوات. هلأ سكبت البامية بهيدا الصحن، وهون الرز بدي أعملهم بهيدا الشكل حتى يعطي شكل. بسم الله، لأنه سخن حتى يعطي شكل. بسم الله، ايوه هيك. ولهون بيكون طبقنا اللذيذ خلص وصار جاهز للاكل. عملنا حدو، حطينا بصل اخضر، بابريكا، حامض اللي بفضله. ولا تنسوا اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا شير ولايك واشتراك بالقناة، وشكرا كتير لحسن المتابعة، وان شاء الله منشوفكم بفيديو جديد واكلة جديدة او تحلية جديدة. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.